نبدأ دلوقتي في طريقة عمل النجرسكو. طيب انا قلت لكم النجرسكو بعملها بطريقة حلوة جدا وسهلة ولذيذة قوي. مقاديرها ايه بقى؟ يلا بينا. هعمل نجرسكو، هحتاج نص كيلو مكرونة شرايط. طب ينفع يضيف اي مكرونة تانية؟ ينفع اي مكرونة تانية، بس هي النجرسكو بتتعمل بكده. فاكرين فيلم كان اسمه ايه؟ تعلمنا عبد العزيز. هي دي النجرسكو، هي دي النجرسكو، بس هي من حواء. هو ده الفيلم اللي انا قصدي عليه. هي دي بقى المكرونه النجرسكو الشرايط الفوتوتشيني. مهمه جدا، مش مهمه بس هي دي الطريقه اللي بتتعمل بيها، ان لازم يكون معانا المكرونه الشرايط. هحتاج صدرين دجاج متقطع شاورما، اتنين بس. هحتاج بقى مشروم وممكن اختياري، مش مشكله. هحتاج نص كوبايه زيت زيتون، فلفل الوان متقطع تقطيع اللي تعجبكم، جوليان او مكعبات براحتكم. طب مفرومة تقولي يا فيفا طب وليه مش بصل؟ لا، ما بحطش بصل، بحب احط توم مفروم، وفي فرق كبير قوي في الطعم. وجربوها يا جماعه، لو كنتوا بتحطوا بصل، لا معلش ما تحطوش بصل وحطوا توم مفروم بس معايا، وشوفوا المكرونه هتروح بيكوا فين. طيب البشاميل، كل جمعه بشاميل، هيبقى عباره عن ايه؟ لتر ونص لبن ماشي على 4 معالق كبيره دقيق. فيفيان هو كده البشاميل مش هيبقى خفيف؟ اي نعم، النجرسكو البشاميل بتاعها اخف من الايه، من المكرونه البشاميل. هحتاج طبعا علشان عندي يبقى القوام كريمي ما حصلش، بحط حاجتين من الاثنين، يا اما بحط جبنه كريمي يا اما بحط قشطه. انا اخترت النهارده احط 3 معالق جبنه كريمي من اوبرلاند، وطبعا زبدتي علشان اعمل البشاميل. بحب احط طبعا انتوا عارفين الجبن، الجبن دي اساسيه جدا في البشاميل. خلاص ما بحطش بيض ماشي، ملح وفلفل اسود، جوز الطيب، و7 بهارات والبابريكا دي علشان نتبل بيهم ايه؟ النجرسكو بتاعتنا. تمام، عايز اقول لكم المقادير سهله وبسيطه. المكرونه عندي هنا سلقتها في ايه؟ سلقتها في ميه وملح وبس، ميه وملح وبس لمده 8 دقائق. ميه وملح وبس لمده 8 دقائق، خلاص ان الموضوع ده احنا عرفناه من مده كبيره. يلا البشاميل اهو بتاع كل جمعه، نشغل بوتاجازنا ويلا نحط الزبده بتاعتنا. وزي ما قلت لكم، ايوه البشاميل بتاع النجرسكو بيكون خفيف، ما بحطش طبقه، لا غير البشاميل يا جماعه بتاع المكرونه بشاميل اخف سن. وهنا انا بستخدم توم، صدقوني لو جربت التوم حاجه تانية من غير البصل. بصل في وصفات كتير انا لازم احطها، لكن هنا انا بعتمد على التوم بس. وانتوا جربوا كده الاثنين لو كنتوا بتعملوها ببصل وشوفوا الفرق. احط زبدتي، تأمورين يا استاذ. خلاص، وبعدين هحط طبعا شويه زيت اهو، وهقلب تسيح عندي. طيب يا فيفا، في ناس سالتني على طريقه عمل البشاميل، هي كانت بتقول لي السريع هو الخفيف، مش سريع هو هياخد نفس الوقت ولكنه خفيف لايت يعني صحي اكتر. طيب ده طريقته ايه؟ بحط اللبن مع الدقيق، ما بحمص الدقيق في خطوة مسبقة في كمية الزبدة والزيت. هقولكوا على حاجة، بيبقى طعمه حلو ما بنكرش، بس بيبقى فيه طعم دقيق جاي من بعيد، لان تحميصة الدقيق دي احنا كده بنسويه، مش بس بندي لون او بنعمل بشاميل لخطوة ملهاش اي لازمة، لا احنا بنسوي الدقيق، فبالتالي طعمه ما بيبانش فيه الاكل، لا بيبان في بشاميل كده وحاجه كده سايحه ونايحه وطعم كريمي، هو ده اللي احنا بندوقه. ولكن الناس اللي عايزه تاكل اكل صحي انا معاكم جدا. هنعمله ازاي؟ هنحط الكميه اللي عندنا على الدقيق وهنقلبه خلاص، ونتبله ملح وفلفل اسود وجوز الطيب، وهنحطه على النار. وبعد ما نحطه على النار يبدا يتقل، نحط مكعبين زبده بس عشان يلمعها خلاص. وطبعا لو عايزين تستبدلوا كمان الجبنه الكريمي، لو انتوا كمان بتعملوا بقى وعايزين تاكلوا حاجه خفيفه جدا فهتشيلوا جبنه كريمي خالص، هتحطوا مكانها كوبايه زبادي متدوبه في نص كوبايه لبن. ما ينفعش احط الزبادي مباشره على النار عشان هيكتل معايا، لازم ادوبه في نص كوبايه لبن، ودي خطوه اخيره لان الزبادي ما ينفعش يقعد معايا على النار مده كبيره، هيفصل معايا زي الكريمه بالظبط.
فبقلبه في نص كوبايه ميه، في سوري نص كوبايه لبن او ربع، المهم يتقلب معايا ويدوب تماما. هبدا احطه فين؟ على اللبن واطفي لحد القوام اللي انا عايزاه. عندي هنا زبدتي ساحت خلاص، والزيت حطيته هنا. بقى انا ما حطيت زيت، لو اخدتوا بالكم في الوصفه بتاعه الفراخ انا ما حطيتش زيت، انا سبت الزبده، وحتى عاملين يقولوا لي زبده بتتحرق، اقول لهم عارفه. انا عايزه طعم الزبده لما يتكرمل شويه، ده مش محروق. عايزه اقول لكم في وصفات كتير اصلا بتقوم على الزبده اللي احنا بنقول عليها محروقه، لا هي ما تبقاش محروقه، مقدوحه، صح كده؟ هي تمام. الزبده المقدوحه دي عليها وصفات كتير، عايزه اقول لكم ان هي بتدي شويه طعم ايه السوداني، زبده الفول السوداني. ففي وصفات كتيره بتقوم عليها. انا بقى ما بحطش هنا زيت، وبقصد ان انا اخلي لونها بني عشان لما انزل بالفراخ تدينا طعم حلو قوي. بصوا بقى هنا البشاميل او الدقيق عندي هنا بيستوي اهو، يبقى خطوه الدقيق دي علشان انا بسوي الدقيق. مش مطلوب خالص ان الدقيق يسمر معايا على فكره او يغمق. البشاميل بيبقى حلاوته ان يكون كريمي فاتح، ما يكونش غامق. فالناس اللي بتسوي البشاميل او الدقيق لحد ما تقفله جامد قوي ده مش صح. الدقيق لحد ما يغمق معايا هتلاقي البشاميل معاكي ايه؟ غامق. لا، البشاميل لازم يكون لونه كريمي فاتح كده، هو كريمي طبيعته ولونه على فكره، قوامه ولونه. بصوا بقى عندي الدقيق هنا ايه استوى، ابعده من على النار. يلا البشاميل للمره ال 500,000 ومش بزهق. ابدا احط اللبن اهو واربط وافك عشان الناس اللي كل يوم بتنضم ليه. حلوه تنضم دي عميقه، انا والله انا بعمل البشاميل. الناس اللي كل يوم بنكسبها في عيله كل يوم اكله، ممكن يكونوا لاول مره بيتفرجوا علينا، يلاقوا اهو طريقه البشاميل اللي محير ناس كتير قوي. احنا بنعمله ازاي؟ بربط كده وافك، ما بحطش لبن مره واحده اهو، بربط كده وبعدين افك. مهم جدا جدا الخطوات دي علشان ما تحتاجيش لي خلاط وكركبه، هي الحله بعمل فيها البشاميل اهي. النهارده سفرتنا فراخ ومكرونه بس مختلفه، نجرسكو. مش هقول لكم الفراخ ايه، مش هقول لكم الفراخ بعد ما هتتسلق هعمل بيها ايه، بس بوعدكم انها تعجبكم جدا جدا وتبهر ولادكم. واللي مش بياكل الفراخ هياكل الفراخ معاكي في الطريقه دي. والسرعه بقى، سرعه في الاداء، هي هي الفراخ المسلوقه بس هنحولها لحاجه تانيه خالص. بصوا بقى ادي، مش ادي القوام بتاعي، بربط وبفك، بربط وبفك. ادي البشاميل بطريقه سهله جدا جدا، عايز بس ايه صبر، يعني ما تستعجليش ان انت تحطي اللبن وانت لسه ما دوبتيش اللي عندك وايه اختفى تماما. بصوا بصوا لازم يختفي تماما، بصوا القوام عمال يتحول معايا الكريمي ازاي، شايفين اي كلكعه؟ شايفين اي اثر للدقيق؟ لا خالص. ومقادير البشاميل عندي المعتاده عباره عن ايه؟ معلقه زبده او معلقه سمنه، قدامها معلقه دقيق، عليها كوبايه لبن، وكل كميه زياده عليها كوبايه لبن تاني. نقول كل معلقه من السمنه او الزبده قدامها ايه؟ قدامها معلقه دقيق وعليها كوبايه لبن، وكل الكميه في الاخر. يعني انا لو هعمل مثلا 3 معالق دقيق يبقى انا هحط 4 كوبايات لبن بس 3 معالق سمنه، لو هحط مثلا 5 معالق زبده يبقى احط 5 معالق دقيق و6 كوبايات لبن. هو ده المقدار بمنتهى البساطه، هتاخدوا احلى بشاميل مش هياخد معاكم وقت ومستوي ويجنن. بصوا انا خلاص بحط اهو اللبن اهو بسرعه جدا، والموضوع عندي سهل قوي ولا في اي حاجه كتلت معايا، شايفين اهو. هروح بقى احطه فين؟ يلا بينا هنا على ايه؟
على النار وايدي فيه ما سيبهوش، علشان انا لو سبته هيبدا يلزق مني الحبه اللي هيستوي تحت، فلازم ايدي فيه كده طول الوقت. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب بحط على البشاميل ده ايه؟ رشه جوز الطيب، بتبقى حلوه قوي اهي، وملح وفلفل اسود. ادي الملح وادي الفلفل الاسود. يبقى بحط ثلاث حاجات من التوابل، ولكن بعد كده هحط جبنه كريمي. وانا رايحه فين؟ وانا رايحه في اخر حاجه. الجبنه الكريمي بتتحط في اخر حاجه، ما بتتحطش من دلوقتي، هتفصل معاكي. الجبنه الكريمي بتتحط يا جماعه، اي جبن بتتحط لما عندي الحاجه تبقى سخنه وتديني احلى حاجه. بصوا بقى لونه كده، من انا بحب اللون ده قوي. شايفين شويه التوابل نزلوا عملوا لون ازاي؟ انا بحب اللون ده قوي. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ وانا ايدي فيه ما تخافوش كده معايا، هعمل ايه؟ هروح انا اشيل دي خلاص، ليه بحطها؟ تعالوا نعمل خلطه الفراخ. خلطه الفراخ عندي سهله جدا، مميزه جدا. هجيب عندي هنا طاسه، ماشي، وبسيطه. ده انا جايه لكم. يلا، وهو وانا بقلب في البشاميل كده اهو، اشغل البوتاجاز. نجرسكو يعني فراخ، نجرسكو يعني فراخ. نجرسكو مش ابدا لحمه مفرومه، لحمه مفرومه دي تبقى على طول مكرونه بشاميل. نجرسكو يعني فراخ، خلاص. طب المقادير بتاعتي تاني عباره عن ايه؟ مكرونه شرايط، هحط عليها توم، مشروم، زيتون، فلفل الوان، بابريكا، وكمان ملح وفلفل اسود، خلاص. وايه تاني؟ والسبع بهارات. رشه كده على الفراخ بتطعمها قوي. عندي هنا البشاميل هيربط معايا بسرعه جدا اهو، لان الكميه عندي ايه، انا مش هخليه تقيل قوي زي ما اتفقنا، يختلف تماما، مش تماما، هو بشاميل برضو بس هيكون اخف شويه. عندي هنا الطاسه سخنت، اروح حاطه شويه زيت، وهحط ايه؟ طبعا الفراخ، هحطها كده علشان كل شويه اقلب اهي. تعالوا نحط الفراخ بتاعتنا اهو، ما سمعتش صوت التش، هين عليا ارجعهم تاني. انا احب جدا اسمع صوت التش عندي هنا، ليه؟ علشان ايه؟ الفراخ تكون مستويه حلو جدا. وهبدا اتبلها بايه بقى؟ برضو ادي بالملح، انا حطيت فلفل اسود، ادي الملح وادي الفلفل الاسود، وطبعا رشه جوز الطيب. ونروح بقى لايه؟ السبع بهارات والبابريكا. فراخ كده بتبقى واخده نكهه بسيطه بس حلوه جدا، ماشي. اقلب هنا، ايدي في البشاميل علشان انجز على طول وما يكلكعش مني، مهم جدا اهو. الاتنين مع بعض، بصوا هنا الفراخ بتتسلق معايا، ريحتها تجنن تجنن. شوية شوربة انما ايه، شوفي انا مش محتاجاهم النهاردة، بس شوية شوربة انما ايه، حاجة كده من الاخر. خلاص بتتسلق اهي معايا الفراخ، وعندي الشوربة ريحتها حلوة جدا. كرفس يا جماعة من الحاجات اللي فعلا مميزة جدا في الشوربات. لو مكنتوش لسه، حطوا كرفس وخزنوه عندكم، حطوه كده في الفريزر وطلعوا، حطوا في المرقة عادي جدا. خلاص احط بقى عندي هنا ماء الفراخ بتاعتي اهي، هتبدأ تتشوح. بصوا والبشاميل يستوي. طبعا الفراخ مش هقولكوا هتلحق تستوي، هنروح لفاصل صغير جدا ونرجع لكم بسرعة، استنونا. We'll be right back.
رجعت لكم. الروايح عندي هنا جامده جدا. ليه بقى؟ اولا ريحه الشوربه دي بالكرفس بشويه التوابل الحلوه دي بيدونا مرقه. ايه الحلاوه دي؟ ايه؟ وعايزه اقول لكم الشوربه دي تتشال. اي نعم مش هحتاجها النهارده، تسلم ايديا تسلم ايديا، حكايه تعملوها النهارده بجد. لو عايزين حتى فراخ مش هتعملوها بالطريقه بتاعتي، ولو اني اشك ان تعمليهاش النهارده بالطريقه بتاعتي، الشوربه عندكم لازم تبقى بالطريقه دي. ماشي، انا عندي هنا كمان فراخ اهي بتستوي. ماشي، عندي البشاميل هنا خلاص استوى. بصوا بقى استوى قوامه اهو، شايفين بيبقى خفيف ازاي؟ شويه عندي اهو، بس بشاميل طبعا مش ميه اهو. بصوا لما يطلع كده يعمل خط بسيط مش تقيل زي ايه ما بنعمل بشاميل التاني. ماشي، يلا بقى جبنتي، شويه جبنه كده سايحه كده كريميه بالقشطه تدينا طعم وقوام اهو. بعد خلاص ما عندي هنا اللي يحصل البشاميل يبقبق، يعني خلاص يستوي يعني سخن، ابدا بقى ادوب الجبنه عندي بمنتهى السهوله. ماشي يا حلوين، نعم دي حاضر انا اللي شكرا. خلاص اهو بقت عندي حلوه قوي. يلا بقى هنا نحط يلا التوم بتاعنا اهو. الله 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 الله، قلنا هنعمل بتوم بس مش هنعمل باي حاجه ثانيه. وكمان المشروم بعد ما الفراخ عندي استوت اهو. مشروم على فكره ممكن كنز جدا عادي معلب لو مش عندكم فريش، طبعا فريش في كل حاجه بتبقى احلى. ماشي، وعايزين تشيلوا المشروم خالص برده ماشي، بس هي تتعمل المشروم بيبقى طعمها حلو قوي. ونيجي بقى للفلفل الالوان بتاعنا، التقطيعات اللي انتوا عايزينها، وقلب اهو. لحد هنا تمام تمام قوي. بصوا بقى الفراخ، بصوا الكميه عندي كترت ازاي بالخضار والمشروم. ريحه اكلك النهارده هتبقى مفحفحه للجيران، الشوربه كمان. تعالوا بقى هنا عندي بوله كبيره. يا بيبا انت نسيتي الزيتون؟ لا انا ما نسيتش الزيتون، زي ما قلت لكم قبل كده الزيتون والليمون بيتحط اخر خطوه علشان ما يحدقليش الحاجه، عشان ما يفقدش الميه اللي فيه فيبقى مالحه زياده. هنا انا تبلت وملحت واخده بالي كده ان في زيتون. بصي بقى مكرونتك الحلوه هتروحي عاملاها لي كده في بوله كبيره، تمام اتفقنا. المكرونه الحلوه بتاعتنا. نيجي للبشاميل، في الطبيعي انا بحط كميه بشاميل صغيره هنا واسيب حبه ايه كتار عشان احطهم على الوش، لا هنا بقى بالنص. يعني بصوا لازم احط بشاميل كتير كتير جدا على المكرونه. بصوا انغنغها اهي، شايفين الحلاوه؟ واسيب حبه بقى، حطيت كميه كبيره صح؟ ده المطلوب. واسيب بقى ايه واقلب بقى. الله، شايفين المكرونه وهي سايحه اهي. الله، تعالوا بقى ننزل بشويه موتزاريلا في الحياه دي، حلوين كده اهي. هلاقيها على طول بتسيح معايا عشان الحاجه سخنه، ولما هتدخل الفرن هتسيح. تمام، عندي هنا مفيش حاجه ايه تتشال معايا كلها دي طروه. عندي هنا كمان الفراخ طبعا استوت اهي. يلا بينا ناخدها وننزل على التحفه ده كله واقلب. عرفتوا بقى انا عملت ايه؟ بقلب كله الاول مع بعض، كله كله الاول مع بعض. ناخد بقى معلقتين كده كبار عشان نقلب براحتنا، والزيتون اهو اخر حاجه متحطش خالص، مش مهم عندي انا مش هسويه اهو. بصوا بقى الجمال، ممكن طبعا تقلبي كل ده في طاجن كبير
بصوا الجبن وانا حطاها بس عشان بشاميل يسيح. بصوا الجبن بدأت ازاي هي كمان تسيح، حبة صغيرين جدا بحطها جوه تديني طعم وتسيح، وبقلب بقى كله مع بعضه كده اهو. شايفين شايفين جمال ولا الريحة؟ على فكرة من احلى الانواع المكرونات لقلبي النجرسكو، يعني بحبها جي. طبعا بحب البشاميل المكرونه طبعا البشاميل العاديه، وبحب اللازانيا بس دي تحتل مكانه في قلبي، هي كمان كبيره. طيب زي ما قلت لكم احنا ممكن نعملها في قالب كبير وخلاص. تعالوا بقى اقول لكم كمان على فكره حلوه جدا فكره الطواجن الصغننه، والباقي هنحطه في طاجن كبير لانها تدينا كميه. بصوا ده نص كيلو، ده نص كيلو. بصوا ادانا كمية كبيرة ازاي بالحاجات، وهم صدرين فراخ. بصوا ادانا كمية كبيرة ازاي اهو، عندي الطواجن الحلوة دي. انا ممكن اعمل كده، وزي ما اتفقنا انا ممكن احطه في ايه، في قالب كبير. بصوا بقى شايفين جمالها، واروح حاطه في القالب بتاعي. وطبعا هشيل حبه علشان ايه شويه البشاميل احطه. يلا تاني. وكمان لو عايزه توفري على نفسك الاطباق الفايل اللي هي استخدام مره واحده دي، تبقى حلوه جدا في الموضوع ده. وعايزه اقول لك ان هي كده ممكن تتاكل وخلاص، بس لا طبعا يعني وش الفرن يا جماعه حاجه تانية. البشاميل برده هو خارج، نحط هنا والباقي هحطه في طاجن كبير. ايه رايك بقى يا ام طارق؟ عشان الوصفه دي ام طارق حبيبتي هي اللي ايه طالباها، ان شاء الله تعمليها حبيبتي وتتبسطي بيها انتي وولادك واحفادك. شايفين الخضار والحاجات الحلوه متقلب اهو مع المكرونه. حلاوتها بقى الشده فيها بكل حاجه، الشوكه تنزل تاخد كل حاجه وهي طالعه مش حاجه واحده اهي. تعالوا نجيب بقى قالب نقلب كله فيه. شفتوا بقى، انا بس عايزه اوريكم انا الكميه طلعت لي قد ايه. ادي قالب، يلا نحط كل حاجه عندنا. وانزل البيض، خضاري لحمتي كل حاجه اهو. بصوا لونها حكايه، ملونه ومغذيه جدا جدا، وريحتها تجنن. وزي ما بقول لكم ما تحطوش بصل، جربوها بس كده بس بشويه الثوم دول. بصوا عامله ازاي. يلا بقى شويه البشاميل بتوعنا نحط ايه حبه صغننين كده بس على الوش، حبه بس ايه اغطي، ما بحطش طبقه كبيره اهي، لان هي جوه كمان غرقانه في البشاميل. تعالي انت كمان اهو، ويلا بقى نحط ده على القالب. ادي احلى نجرسكو، نغطي. وزي ما اتفقنا هي مش زي المكرونه البشاميل بتبقى متغطيه طبقه كبيره، لا هي البشاميل جواها اكتر بكتير من الطبقه الخارجيه اللي احنا بنحطها. يلا بقى الجبن الحلوه بتاعتنا نحط بقى هنا وعلى الطواجن بتاعتنا. حلاوتها بقى ادوها جبنه، اتفرجوا على السياحين. وزي ما عارفين طبعا ان الجبنه تكون بدرجه حراره الغرفه، و
الفرن عندنا يكون سخن، هتسيح معانا وهتشد وكله هيبقى ايه حلو قوي. شويه شيدر لو موجوده عندك بتلونها وبتسيحها كده. بصي عملنا كميه قد ايه، يلا هوضب بقى كل ده عشان ما بحبش ادخل الطواجن الحاجة لما بتنشف عليها بيبقى شكلها في التقديم مش حلو، فحب جدا انظف الطواجن بتاعتي قبل ما تدخل الفرن. ويبقى جاهزة معانا. على فكرة ما بتاخدش وقت خالص، انا كل حاجة عندي مستوية. يا سلام لو فرنك بيشتغل فوق وتحت انت كده ايه خلصتي المهمة في اسرع حاجة. طبعا لو بيشتغل من تحت بس زي اغلبية افراننا هتاخد وقت معاكي عشان تحمر من فوق. عايزه تديها اول ما بتحس ان الجبنه بدات تسيح خلاص وهتسيح معاكي بسرعه، هتعملي ايه؟ هتروحي مولعه الشوايه، بس اوعي تولعي الشوايه في اولها يا جماعه، مش صح خالص. توليع الشوايه في الاول ده بيخلي الجبنه عندي تتحرق مش تسيح. اهي يلا بينا ندخل الفرن بتاعنا. القوالب دي، الطواجن دي، والحاجات اللي كمان اللي بتترمي انت كده بقى ما بتقفيش يعني كركبه كتير في المطبخ، اللي ياكل ياخد الطاجن بتاعه ياكله خلاص على كده. بصي بقى الفرن عندي هنا وادخل. بس كده احنا الطواجن دي هتتقسم علينا، مين عايز طاجن صغنن مين عايز طاجن كبير وكده. ماشي يلا بينا. الله 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 الله. عارفين لقيت الطبطبه اهي. بصوا خطيره، واخدة وش وصيحة، وهوريها لكم دلوقتي. الشوكة تنزل تطلع بكل ايه حاجة حلوة. الله 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 الله، تحفة فنية اهي. بس كده قالوا انتوا كده جنب بعض، خد اخوكم معاكم. ماشي تعالوا نطلع كمان اهي الطاجن الكبير، فاضل له ايه لحظات، فانا هسيبه شويه عشان ياخد اللون الحلو. بس واخدين بالكم من السرعه؟ يعني بصوا احنا عملنا اهو السفره. بصي بقى شويه سلطه هسيبهم ليكي عشان انا ايه خلاص للاسف كان نفسي اعمل لك حاجه حلوه بس حتى وقت ايه مش هيكفي، فهسيب لك بقى ان انت تعملي شويه سلطه وكمان هسيب عليكي الحلو. بس بعد الوقفه دي انت ما تعمليش حلو اكتر من ان انت تعملي لهم شويه عصير، تقطعي لهم فاكهه، ما تغلبيش نفسك يعني. بصي بحب جدا ارش مثلا شويه زعتر او روزماري على وش، ان هي لوحدها يعني مش محتاجه حاجه، صح؟ مش محتاجه، هي لونها لوحده زينه. يلا خلاص اخد اللون. بصوا بقى اهو اخد اللون اللي انا عايزاه. ماشي يلا بينا. الله إيه. عايزه اوريكم بس ايه الشوكه بتطلع بايه، انا هوريكم. بصوا بقى بصوا بقى بصوا، واخدين بالكم واخدين بالكم من السياحين؟ شايفين الجبن وسايحه ازاي؟ هي دي النجريسكو بقى، تبقى سايحه كده، تبقاش زي ما كنا بشاميل قطع، لا لا لا، وبتتغرف كده. عشان كده انا بحب اهو، بص 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 ايه الحلاوه جينيس. عشان كده انا بحب جدا اهي
ماشي اهو. بصوا بصوا بصوا، جبن جبن بس جبن جبن سخنه قوي سخنه يا استاذه قولي حط في بقك. بحبها قوي.